طب انا معانا اتصال هاتفي من رجل، احمد، اتفضل يا احمد. ايوه، السلام ايوه، عليكم. عليكم السلام، اهلا بك. انتظار. انا اخو البنت اللي كانت كتب عليها البوست على الفيسبوك وخد ضجه كبيره، بس صاحبي هو اللي كتبه عشان انا ما كانش ينفع اظهر في الصوره يعني. البنت اللي اتكتب عليها بوست لايه؟ انها اتعرضت لايه؟ لختان وتابت؟ وخد ضجه كبيره جدا، وكان يعني وصلنا نتائج كويسه جدا بسبب البوست، ان الدكتوره خدنا يعني وصلت لنا بشكل غير مباشر عن طريق حد نعرفه، وقالت ان هي هتبطل العمليات دي وخدت تعود على نفسها. ومين اللي وداها تتختن يا احمد؟ اهلي، اهلي من ورايا. اهلك من وراك. لما عرفت عملت ايه في اهلك؟ انا اول يعني اول ما عرفت رحت لوالدي، لقيته واقف بره العياده، فبقول له انتوا بتعملوا ايه جوه؟ بيقول لي ده المفروض يتعمل، فبقول له اللي هو ايه يعني ده غلط، انت بتعمل كده ازاي وليه اساسا ومين مين لسه بيعمل كده في الوقت ده؟ برافو قال لي عليك. احنا متعودين نعمل كده، وان دي عاده قديمه والعيله كلها بتعمل كده. فانا قلت له بس انا مش هسكت، ولو ده اتعمل فانا مش هسكت على الدكتوره ومش هسيب الموضوع ده يفضل ماشي كده عادي. وبعدين اختك حصل لها ايه يا احمد؟ هي قعدت حوالي 3 أو 4 أيام تعيط، بس ما بترضاش تتكلم مع حد غيري تقريبا. أنا بس اللي كنت بخش لها الأوضة، أنا بس اللي كنت بتكلم معاها، كنت بهديها أوقات كتير يعني لما بتعيط يعني، لحد ما اتحسنت إلى حد ما من فترة قريبة يعني. ظاهريا. شكرا يا أحمد.